في البداية كان في تراك بين أمير نشأت وأبو الأنوار، التراك ده كان اسمه كولومبيا، وأبو الأنوار راح نكش فيه الجوكر، والجوكر راح رد عليه بستوري وطلع كده داتا قديمة، وبعد كده عفروتو دخل في القصة وسانتا برضو دخل في القصة. المهم إن في الآخر أحمد سانتا عمل دس على عفروتو، ففي ناس كتيرة طلبت مني تحليل شخصية أحمد سانتا وتحليل شخصية عفروتو. النهاردة إن شاء الله هنحلل شخصية أحمد سانتا. طيب أنا بحلل إزاي؟ أساساً أنا بحلل عن طريق علم اسمه علم الفراسة. علم الفراسة باختصار شديد إن أنت بتحلل ملامح الوجه، بناء على ده بتقدر تستنتج الشخصية، يعني من الآخر كده بحلل شخصية البني آدم من صورته. فدلوقتي هنحلل شخصية أحمد سانتا، مش هحلل التراك بتاعه. على فكرة أنا ماليش قوي في الراب العربي، على فكرة ففكرة أن أنا حلل تراك أو أسمع تراكات أصلا، لا للأسف أنا ما بسمعش تراكات، أنا بحلل شخصية فقط. يعني أنا الصورة اللي شايفها قدامي بتاعت أحمد سانتا دي أنا أول مرة أشوفها أصلا. طيب لو جينا بصينا كده على إطار الوجه ده، إطار الوجه ده في الصورة اللي على اليمين أنا شايف أنه هو ينفع أكتر حاجة مثلث. الوجه ده مش بيضاوي يا جماعة، الوجه ده مثلث. طيب ايه السمات اللي بيتسم بيها الوجه المثلث؟ اول حاجه احنا عارفينها ان هو شخص عنده احلام كتير وطموحات كتير جدا، وبيكون مستعجل جدا في ان هو يحققها. برضو النوع ده من الناس بتبقى ثقته في الناس قليله جدا. ومن صفات الشخص ده برضو ان هو بيمل بسرعه جدا، وعنده بيكون خيال عالي قوي، وبيبقى عنده القدره ان هو لما يجي يحكي لك اي قصه يعرف يزينها، او يعني عارف يجملها بطريقة كويسة جدا، بحيث ان يخلي القصة دي افضل من القصة الحقيقية. بسبب ان هو ثقته في الناس قليلة جدا تكاد تكون صفر فعلا، فهم دايما النوعية دي من الناس بتعمل الحاجات بتاعتها بنفسهم، يعني الامور بتاعتهم الشغلات بتاعتهم بيعملوها بنفسهم، ما بيحبش يوكل اي حاجة لحد، يعني اكنه كده بيعتمد على نفسه. ومن ضمن الصفات السيئة اللي في النوعية دي من الناس ان هما ما بيحبوش التجمعات. فكرة التجمعات دي بتكون حاجة بالنسبة لهم مزعجة جدا، ودايما بيكون عندهم طبيعة نقدية، يعني دايما بتلاقيهم مجادلين النوعية دي من الناس. وبما ان ثقتهم في الناس زي ما قلنا صفر او تكاد تكون صفر، فبيكون النوع ده من الناس صعب جدا يحتفظ بصداقات حقيقية. يعني ما تلاقيش عنده أصدقاء جامدين اللي هو ممكن مثلا يفضفض معاهم يقول لهم أسرار، لا لا لا، الكلام ده بيكون صعب جدا مع النوعية دي من الناس. لكن هم ناس يعتبروا بارعين جدا بسبب حتة الاستفسار. النوعية دي من الناس دايما بتكون شكاكة جدا، فعشان كده تلاقيه دايما بيسأل كتير، فبيعرف ان هو يجمع تفاصيل كتيرة جدا. وعلشان كده النوعية دي من الناس دايما بتنجح بسهولة. طيب تعالوا كده ندخل جوه الوش ونشوف هل الكلام اللي قلناه ده منطقي بالنسبة لتحليل الشخصية دي ولا لا. احنا اتفقنا قبل كده اطار الوجه بيكون من 40% ل 60% صح. طيب اول حاجة مثلا ممكن ندخل عليها الدقن. الدقن دي هتلاقيها مستقيمة من تحت، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه شخص مشاكس، يعني ينفع ان هو يشاكس الناس علشان يحقق طموحه، خصوصا ان الانف بتاعته هتلاقيها طويلة، فبالتالي الشخص ده فعلا عنده طموح. الدقن دي ممكن تكون مزدوجة شوية بس مش للدرجة. فبالتالي النوعية دي من الناس اقصى حاجة ممكن اقولها عليه ان هو بيهتم بنظرة الناس ليه، بيحب الملذات بس، يعني كده ما ينفعش ان انا اقول عليه غارق في الملذات. بالنسبة للشفايف طبعا الشخص ده بيتكلم كتير بسبب ان الشفايف دي تخينة هنا، فهو عنده قدرة عالية جدا على الكلام الكتير اللي يعجب الناس في نفس الوقت. ولو بصيت على الشفة التحتانية هتلاقي حجمها متوسط، فبالتالي ينفع ان انا اقول عليه كريم مع معظم الناس مش مع الناس كلها. ولكن الكرم بيكون في النوعية دي من الناس اللي هو الوجه بتاعه مثلث، الكرم بيكون عنده بهدف. احنا اتفقنا النوعية دي من الناس بتكون طموحة جدا واحلامها كتيرة جدا وبعيدة، وبيكون عايز يحققها بسرعة. فالكرم عند النوعية دي من الناس بيكون ليه هدف ان انا اخلي الناس تحبني او تثق فيا، فبالتالي اعرف من خلالهم ان انا احقق اللي انا عايزه. طيب لو جينا بصينا على العين، العين هتلاقي فيها حاجات كتير. اولا الزاوية دي نازلة تحت عن الزاوية دي، ده معناه ايه؟ معناه الشخص ده بيلاحظ السلبيات كويس جدا. وفي الوجه المثلث لما الشخص بيلاحظ السلبيات ده بيكون او بتكون حاجة ايجابية عنده، لان هو في الحالة دي بيحاول يغير من السلبيات اللي عنده بمجرد انه يكتشفها على طول، وبيحاول برضو يستغل او خليها يقتنص الفرصة في انه لو لقي سلبية عند حد بان هو يدخل من المدخل ده
علشان يعرف يوصل للي هو عايزه سواء من الشخص ده او من اي حاجة تاني ايا كانت الفكرة يعني. طيب لو بصيت على الحواجب هنا، الحواجب هنا تعتبر اللي هي كثيفة والسميكة في نفس الوقت، فبالتالي الشخص ده عنده قدرة كويسة جدا على ان هو يفهم الناس، وينفع ان انا اقول عليه برضو شخصيته قوية، وينفع ان انا اقول عليه بيهتم بالتفاصيل جدا. طيب بمناسبة الاهتمام في التفاصيل، هل الانف دي شكاكة؟ نازلة هي من تحت، فبالتالي الشخص ده شكاك وفضولي كمان، عنده حتة حب معرفة الاخبار، لكن ما ينفعش اقول عليه حشري. طبعا الاهتمام بالتفاصيل في واحد رابر زي ده بيساعده جدا ان هو يعني، انا ما عنديش مثلا حتة الاهتمام بالتفاصيل، لو انا عندي الحتة دي الفيديو ده كانت عمل بطريقة مختلفة جدا، كنت تلاقيني مثلا ممكن اجيب حتت من التراكات بتاعته، مواقف هو عملها، وابتدي ان انا اربطها بتحليل الشخصية. لكن انا عشان عندي ما عنديش حتة الاهتمام بالتفاصيل، فانا مجرد ان انا بحلل الشخصية وبعرفك شخصية احمد سانتا مثلا عامل ازاي، وفي نفس الوقت بكتفي بان انا بعلمك ازاي انا بحلل الشخصية علشان انت تتعلم ان انت تعرف تحلل اي حد او محدش يضحك عليك مثلا او حاجة زي كده. طيب من الحاجات اللي ممكن تخلي الشخص ده يبقى رابر جيد، الخطوط اللي تحت العين دي اتكلمنا فيها قبل كده كتير. الخطوط دي معناها الشخص ده عنده قدرة على انتقاء الكلمات. بص هو ما عندوش خطوط كتيرة يعني، لو لاحظت كده هنا خط مش كامل وهنا خط واحد بس، فهو بيعرف ينتقي الكلمات ولكن مش بقدرة عالية، لكن بسبب حتة الوجه المثلث في ان هو شخص سريع وبيعرف يقتنص الفرص او يستغل الفرص او كده، هتلاقيه دايما المفروض يعني في التراكات بتاعته يعني مثلا عرف معلومة هيستغلها في التراك حاجة زي كده. انا بصراحة ما بسمعش تراكات زي ما انتوا عارفين، فانتوا في التعليقات او في الكومنتات انتوا قولوا لي هل الكلام ده صحيح او هل هو بيعمل ده ازاي. طيب لو بصيت بين الحواجب هتلاقي في شعر خفيف، فالراجل ده عنده قدرة على اقتناص الفرص. لا كده يا صديقي العزيز وصديقتي العزيزة، انا اقدر اكد لك ان التراكات بتاعته بيحاول ان هو يعرف تفاصيل عن حياة الشخص، مش مجرد التفاصيل اللي الناس تعرفها، لا هو ممكن يعرف تفاصيل اكتر كمان من كده ويحطها في التراكات بتاعته. فالتراكات بتاعته اعتقد ان هي كده هتبقى جميلة يعني بالنسبة للناس اللي هي بتحب التراكات اللي ليها علاقة بالدس تحديدا والحاجات دي. طيب لو بصيت هنا على الانف هتلاقيها الى حد ما ملحومة كده، بصوا شايفين دي مش داخلة جوه كده من هنا، لا في ايه، في انسيابية هنا. دي معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده عنده استعداد للغدر مش غدار. بمعنى ايه استعداد للغدر؟ هنفترض مثلا ان انا صاحب الراجل ده وكنت مثلا بحب واحدة زمان، في حد خطفها مني وعارفين انتوا الجو ده مثلا، وهو عارف المعلومة دي، طبعا ان هو يتكلم في معلومة زي كده فهو هنا شخص غدار. لا هو مش هيعمل كده، بس لو انا غدرت معاه هو هيعمل كده، فدي تعتبر اقل درجة من درجات الغدر، فهو عنده الحتة دي. طيب ايه تاني عند الشخص ده؟ اخر حاجة ممكن اقولها ان الجبهة دي تعتبر جبهة قصيرة، فبالتالي ما ينفعش ان انا اقول على الشخص ده مثقف او بلاش مثقف، ما ينفعش ان اقول عليه واسع الثقافة، لا هو عنده معلومات في الحاجات اللي هو محتاجها. الراب اذا كان بيعمل حاجة تاني مثلا بيعزف ولا حاجة زي كده هيبقى عنده معلومات عالية جدا في الحتة دي، يعني من الاخر كده هيبقى عنده معلومات كتيرة وغريزة ومكثفة، ولكن في الحاجات اليومية اللي هو محتاجها علشان يكسب فلوس بس، مش قصدي ان هو مادي لا، بس بالمنطق يعني انت مش محتاج غير معلومات عن حاجتين تلاتة في حياتك، فاكيد هيبقى موجودين عن الحاجات اللي بيكسبوك اللي بيأكلوك عيش يعني، فاهم الفكر ده. طيب هل الشخص ده مبدع؟ لو بصيت على الحاجب هنا من تحت هتلاقيه مستقيم، فبالتالي الشخص ده عنده حس ابداعي عالي، عنده كمان فكرة ان لو في فكرة سلبية سيطرت عليه ده ممكن تشقلب له حياته تماما، في الحالة دي طبعا هو هنا لازم هيهرب. الهروب هنا ممكن ان هو مثلا يهرب من البيت، ينفع ان هو مثلا يبطل راب، ولو ان انا يعني في وجه مثلث صعبة شوية دي الصراحة، ممكن ان هو يهرب بالمخدرات يعني، ما اقدرش بالظبط الصراحة اقول طريقة الهروب بتاعته تبقى عاملة ازاي، بس برضو انتوا اكيد عندكم معلومات وعارفين الحتة دي كويس جدا. طيب يعني من الاخر كده، وبرضو لو بصينا على العين هنا، بس انا مش عارف بقى دي شكل عينه الحقيقية، هو هنا العين تعتبر واسعة فيعتبر شخص صريح، انا اصلا ده مش عارف هو احمد سانتا وانا جبت الصور دي من على النت ولا ده واحد اصلا بيتكلم عليه مش عارف صراحة، الصورة دي شكلها مختلف تماما عندي فمش عارف، بس لو هنفترض ان ده هو العين دي تعتبر واسعة فهو يعتبر شخص صريح، لا مش بتاع مصلحة. طيب بس برضو من استنتاج التحليل ده ممكن اقول حاجة تاني عن الشخصية دي، ان الشخص ده اهم حاجة في حياته النجاح، اهم حاجة في حياته طموحاته واحلامه، وبرضو لو وصيت على الودان عنده هتلاقيها طالعة كده من تحديدا من الجزء ده اللي هو ينفع حد يحط فيه حلق ده، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه شخص دبلوماسي. انا مش عارف بقى هل الودان كلها طالعة
ولا هي الجزئية دي بس علشان شعره الكتير ده. لكن كمعلومة ليكم، لو الودان كلها طالعة لبره فالشخص ده ينفع ان انا اقول عليه انتفاع، يعني ما يعملش اي حاجة الا بمقابل. لكن لو الجزئية اللي تحتي بس دي هي اللي طالعة اللي هي دي، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه دبلوماسي جدا. اخر حاجة فتحات الانف تعتبر ضيقة، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه خلقه ضيق، ودي برضو ممكن اجيبها من كذا حتة تاني، يعني الجبهة بتدل على ده، الحواجب ينفع تدل برضو على ده، لكن خلينا ايه ان احنا نجيبها من الانف. واخر حاجة برضو فتحات الانف الضيقة معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده ما بيصرفش على نفسه كتير، يعني ينفع ان انا اقول ما بيلبسش كويس مثلا، ولو ان يعني دي صعبة شوية في واحد رابر يعني، لكن ينفع ان انا اقول كده، يعني خصوصا الصورة اللي قدامي دي حاس لبسه فيها عادي، بس معرفش الصراحة هو كان اتشهر في الوقت ده ولا لا. لكن هو بيحوش اكتر من فكرة ان هو يصرف على نفسه، لان هنا شحمة الاذن هتلاقيها كبير، فبالتالي الشخص ده بيهتم بتأمين المستقبل اكتر. وبس مش عايز اطول عليكم اكتر في الفيديو اكتر من كده. استاذنك لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك مفيش اي مشكله، واشترك في القناه علشان توصلك فيديوهاتي اول باول، وتعرف تحليل شخصيه اي حد انت نفسك فيه. ولو ما لقيتش تحليل شخصيه لحد انت نفسك فيه اطلب في التعليقات، ان شاء الله في اقل وقت ممكن باذن الله هعمل لك التحليل ده. وبس، سلام عليكم.